أدى نحو 686 طالبا وطالبة في محافظة جنوب سيناء امتحان اللغة العربية في 6 لجان على مستوى المحافظة، وقد شهدت مدارس طور سيناء جهودا أمنية مكثفة وغلق لمحيط الشوارع في إطار الاستعدادات الأمنية لتأمين الامتحانات. وفي السياق ذاته، شكل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء محمد عقل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة في جميع لجان المحافظة.